طيب الأدوار الدرامية أخذتي يعني كثير من الأدوار بالدراما، كنتي تبكيني هواية؟ أبكي هواية لو الدور يتطلب. الدور أكيد. إيه أكيد لو الدور يتطلب أبكي. قبل كنتي تقولين، أشرتي ببداية حديثنا إنه كان يصيح عليك المخرج، لا لا حتى لا. بعدين بالبداية. صارت. لا. بعدين شلون هذا الإحساس؟ هذه تجي مع الخبرة. تذكرين شيء يزعل؟ لازم. هذا استحضار؟ لازم. لازم. طيب صرتي بموقف إنه ممكن بجيتي وبعد ما توقف المشهد والتصوير استمريتي تبجي؟ هواي أعمال وبذات رباط. يعني شوفي في بعض الأحيان الفنان أو الفنانة إذا يعني دي أدي بصدق عالي بهذا المشهد بهذه اللحظة وبيها انفعال وبكاء، تاخذ الحالة، تاخذ لفت 5 دقائق بعد الستوب حتى يسكت، حتى يهدى، حتى يرجع إلم نفسه. زين إذا أكو معدها مشهد تكونين طبيعية أو دا تضحكين، ها إيه؟ متعب. إيه متعب. شوفي أغلب الفنانين يعني يموتون بالقلب. يعني أو تكون عندهم أمراض قلب، لأنه تستهل يعني الفنان يستهلك طاقة مشاعره مشاعره وأعصابه وأحاسيسه. يعني بالضبط لو إنسان عادي يصير عنده مشكلة بالبيت عركة، صح، مو يبقى صح مهدود لليل. كيف إذا أنت مثلا هذا الأوردر اليوم عندي بيفد 6-7 مشاهد انهيارات وانفعال وعرك وبكاء وصراخ و... طيب أدوار الكوميديا أخذتيها؟ اي شلون تشوفين نفسك؟ ماذا يقولون علي زينب بالكوميديا؟ يعني كوميديا موقف مو أي. اشتغلت عمل ب 2006 كان المخرج أحمد هاتف زميلنا وأخونا، واشتغلت ب 2008-2009 عمل الباسل شناشي حارتنا، عمل درامي مشترك عراقي سوري يحكي عن عوائل وقت يعني وقت السفر الى سوريا والتهجير، عوائل عايشه ببيت شعبي وكل من ماخذ غرفه هاي الخان الخانات البيوت القديمه الشناشيل بالضبط امهات الحوش. اي فهي الشخصية مو كوميدية، هي مواقفها كوميدية، هي شخصية يعني مليانة حزن وعدها مشكلة كبيرة ببغداد خلتها تعوف بغداد وتجي تاجر السورية، أولادها مأخوذين منها، يعني مألومة شخصية جدا. بس هاي نهفة هي الكوميديا من هي وين هي إجت؟ يعني هي عندها مواقف حلوة تنفه عن الآخرين، طيب خاطرهم، تقرأ فنجان يعني حتى تشذب عليهم، يعني هي هالشكل الشخصية. صفية شخصية كانت كلش حلوة، هي كوميديا حلوة.